وللمزيد حول جدول أعمال القمة العربية المقررة غدا في مدينة جدة السعودية، معنا من هناك مباشرة موفد التلفزيون المصري منذر أبو دوح. منذر، بعد التحية، ماذا عن جدول أعمال القمة وأهم المحاور والنقاشات المدرجة غدا؟ تحياتي إليك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل الجدول يحوي قضايا متعددة مختلفة الأبعاد، سواء على المستوى العربي وكذلك على المستوى الدولي، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، قضايا متعددة تم الاستعداد لها من خلال جلسات كانت ثنائية وجلسات متعددة على مدار الأيام الماضية. واليوم هناك جلسات ثنائية بين عدد من الرؤساء والملوك العرب الذين وصلوا إلى مدينة جدة لإنعقاد القمة العربية غدا إن شاء الله بعد صلاة الظهر. بطبيعة الحال الملفات، بداية في الملف الاقتصادي، في ظل الأزمات التي يمر بها العالم أجمع أثرت على جميع الاقتصاديات وخاصة الاقتصادات العربية التي تأثرت، ذلك كان له أثر كبير في محاولة وضع بعض القوانين الاقتصادية التي تسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وهو من ضمن جدول الأعمال في مناقشات غدا للرؤساء العرب. على المستوى السياسي بطبيعة الحال الأزمة السودانية والتي تأثرت كثيرا في المرحلة الأخيرة بسبب الصراعات بين الأشقاء السودانيين، ومطالبة السيد أحمد أبو الغيط بوقف الاقتتال للحفاظ على الدم السوداني والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السودانية، وكذلك مطالبته بأن يكون الحل السوداني هو من الداخل وليس من الخارج بدون تدخل أي أطراف من الخارج، ومساهمة في وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين السودانيين والتي انقطعت بسبب حدوث الاقتتال وعمليات الاقتتال في الشوارع وداخل المدن السودانية. بطبيعة الحال الحدث الأبرز في هذه القمة عودة سوريا إلى قلب الجامعة العربية مرة أخرى، وذلك من خلال تواجد المسؤولين السوريون على مدار الأيام الماضية في الإعداد لقرارات القمة العربية والإعداد لهذه القمة العربية، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 13 عاما وعودتها كلاعب رئيس في دعم مختلف القضايا العربية. بطبيعة الحال هذه القمة تشهد تحديات عديدة على المستوى السياسي في ظل الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، على المستوى الاقتصادي في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية. بالفعل هي قمة تحديات، قمة تجديد، قمة استثنائية بدخول سوريا كلاعب رئيس مرة أخرى في القمة العربية. نعم، من جدة مباشرة موفد التلفزيون المصري منذر أبو دوح، شكرا جزيلا لك.